قبالة مواقع الجيش اللبناني وعلى مشارف عرسال وأمام المعبر الذي ستسلكه قافلة الحافلات المحملة بمسلحي جبهة النصرة رفع رجال المقاومة تحية إلى العقيد الشهيد داني جزاف حرب ورفاقه الذين قضوا في معركة عرسال التي شنتها جبهة النصرة على الجيش اللبناني في آب من عام 2014 <applause> وامام هذا المعبر رفرفت الرايات التي حملت صوره الشهيد حرب واسماء رفاقه وتزامن ذلك وذكرى الاحتفال بعيد الجيش اللبناني وعلى اعتاب الذكرى الثالثه لمعركه عرسال